الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان بعض أحكام أسماء الله، فإنه ذكر في الترجمة السابقة ما يدل على تعدد أسماء الله، وضمن هذه الترجمة ما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وما يدل ذلك من فضل عبادة الله بأسمائه وصفاته بعدها وحفظها والاستعاذة وسؤال الله عز وجل بها وعبادة الله عز وجل بها. وذكر في هذه الترجمة بعض الأسماء، بعض الأحكام المتعلقة بالأسماء، وأن أسماء الله عز وجل يدعى الله عز وجل بها ويتوسل إلى الله عز وجل بها. وأسماء الله تدعى ويدعى بها، تسأل ويسأل بها. أما سؤال الأسماء فدل عليه قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذلك أن أسماء الله تدل على ذات الله، فتسأل ويضاف التعبيد إليها ويتوجه إليها بالعبادة، لأنها تدل على ذات الله عز وجل، ولأن هذه الأسماء هي لله وهي دالة عليه. وكذلك يسأل بها كما جاء في هذه الترجمة: باب السؤال بأسماء الله. والسؤال بها التوسل بها، كما قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، الأسماء تدعى والصفات يدعى بها. معنى ذلك أن الأسماء تدعى، فيقال: يا الله، يا غفور، يا رحيم، والصفات لا تدعى ولكن يدعى بها، أي يتوسل بها. وهنا ذكر أيضا أن الأسماء يتوسل بها، ولهذا الأسماء تدعى ويدعى بها، والصفات يدعى بها ولا تدعى. الصفات يدعى بها ولا تدعى، معنى يدعى بها أي يتوسل بها، يتوسل إلى الله بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. فهذا توسل إلى الله بصفاته.
بقوله اللهم، هذا هو الدعاء يا الله، يا حي يا قيوم، هذا دعاء للأسماء. برحمتك أستغيث، توسل بالرحمة، توسل لله بالرحمة. قال مصنف: باب السؤال بأسماء الله تعالى، أي التوسل بها، وهذا أيضا يشمل سؤال الأسماء وأنها تدعى. وأسماء الله عز وجل تدعى ويدعى بها ويضاف التعبيد إليها ويقسم بها ويستعاذ بها، فسائر هذه الأحكام كلها تقوم بالأسماء. وأما الصفات فإنها يدعى بها ولا تدعى ولا يضاف التعبيد إليها، لا يقال عبد الرحمة وعبد القدرة، ولا يقال يا رحمة الله يا قدرة الله، ولكن يستعاذ بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم. هذه الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكلمات الله هي على قسمين: كلمات شرعية وكلمات كونية. كلمات الشرعية مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، لأن هذه الكلمات أوحاها الله عز وجل لبيان شرعه. وهناك كلمات كونية وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل إذا أراد أن يخلق ويوجد أمر، وهذا أمر كوني، والأمر الكوني نافذ لا بد أن ينفذ. وأما الأمر الشرعي فإن الله يأمر بالشرع ثم أعطى العباد الإرادة والقدرة على الطاعة والمعصية ليتحقق بذلك الامتحان والابتلاء، فيطيع من يطيع ويعصي من يعصي، وإلا لو سلبهم الإرادة ما تحقق الامتحان، ولو أعطاهم القدرة على الطاعة ومنعهم من المعاصي ما تحقق الامتحان، لكن جعل لهم إرادة وأمرهم بالشرع، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. والاستعاذة بها، الاستعاذة هي طلب العوذ، وهو طلب دفع المكروه، والسؤال هو طلب تحصيل المحبوب. ولذا جمع الله بينهما في قوله في الحديث القدسي: وإذا سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، في سياق وصف الله عز وجل لأوليائه الذين استقاموا على طاعة الله بعد أن ذكر عصمة الله لهم. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا دليل على تمام تحصيل الخير من جهتين: من جهة تحصيل المطلوب ودفع المكروه، تحصيل المطلوب المحبوب ودفع الضار المكروه. فالسؤال طلب، والاستعاذة طلب دفع المكروه، والاستعاذة بها أن يستعاذوا بأسماء الله، كما نقول في الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذة باسم من أسماء الله. وفي قولنا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه استعاذة بالصفة. فالاستعاذة تكون بالأسماء وتكون بالصفات. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات،
إذا جاء أحدكم فراشة، والمقصود بالفراش هنا فراش النوم الذي ينام عليه، فإن الفراش يطلق على كل ما يفترشه الإنسان مما يقي الناس من الأرض، كالفرش التي تجعل يجلس الناس عليها وينامون عليها. فالمقصود بالفراش هنا هو فراش النوم، فهو من العام الذي أريد به الخاص، فلا يقال أن كل من دخل بيته وجلس على فراشه يقول هذا، ولكن المقصود هو فراش النوم. وأيضا ينبغي أن يتسع الفقه إلى أن المقصود بهذا الحديث هو ذكر من أذكار النوم، فلو قال بعض الناس أنا ليس لي فراش أنام على الأرض، هل لي أن أقول هذا الحديث؟ نقول نعم، لأن هذا خرج مخرج الغالب، وأن أكثر من ينام ينام على فراش النوم، فلو نام على غير فراش جاء بهذا الحديث. ولكن إذا كان له فراش ينفض فراشه كما جاء في هذا الحديث، وإذا لم يكن له فراش دعا بهذا الذكر وبهذا الدعاء، ولا يترك بقية الذكر، فإن الشرع مبناه على قاعدة فاتقوا الله ما استطعت. إذا جاء أحدكم فراشه، المقصود هنا فراش النوم، واختلف في النوم في غير نوم الليل، لأن هذا المقصود به نوم الليل وهو النوم المستغرق الذي يطول، فهل يقول هذا إذا نام نوما يسيرا في النهار كالقيلولة؟ الأولى أن يأتي بهذه الأذكار، وهي أذكار النوم، عند كل نوم، لأن النائم له حالة وهو فقد الشعور وفقد التمييز والعقل، والنوم أخو الموت لا يشعر بما حوله، فيأتي بهذه الأذكار التي فيها حفظ من الله عز وجل لعبده. قال فلينفضه بصنفة ثوبه، فلينفضه النفض هو تحريكه وهو معروف، فنفض الفراش هو تحريكه بحيث يخرج ما به، فإذا كان فيه شيء من ذوات السموم ومن الأشياء المؤذية خرجت. وفيه أيضا تطهير له من الغبار، وهذا جاء به الشرع في أن هذه الفرش قد يعتريها ما يعتريها من الأتربة والغبار، وقد يتعلق بها بعض ذوات السموم كالعقارب والأفاعي والحشرات، فإذا نفضه خرج ما فيه، فلينفضه بصنفة ثوب. صنفة الثوب هو طرفه، وجاء في بعض الروايات بداخلة ثوبه أو فراشه، أي أن المقصود هو أن ينفضه بطرف الثوب أو بطرف الشراشة الآن التي تستخدم، لأن المقصود هو إزالة ما علق به. ثلاث مرات، يفعل هذا ثلاث مرات حتى يخرج ما به إن علق به شيء، فهذا فعل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليقل باسمك ربي وضعت جنبي، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي، أي يأتي بهذا الذكر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي، فهذا فيه تبرك
بسم الله تبارك وتعالى. وهذه التسمية مشروعة عند النوم وعند الطعام والشراب وعند إتيان الرجل لأهله وعند الوضوء وعند قراءة القرآن، وهي من الأمور العظيمة التي يجعل الله عز وجل فيها للمسلم بركة ويجعل فيها خيرا له فيما شرع فيه. قال العلماء: معنى باسمك ربي أي أبدأ شأني باسم ربي، إن كان طعاما أبدأه بسم الله، وإن كانت قراءة أبتدئها بسم الله، وإن كان حال النوم أي أبدأ نومي وأدخل في نومي بسم الله. قال: باسمك ربي وضعت جنبي. باسمك ربي، الاسم هنا يشمل جميع أسماء الله عز وجل، فإن الاسم يطلق مفردا ويراد به الجمع، وأن المقصود هو كل أسماء الله. وأضيفت الأسماء هنا للرب كما تضاف الأسماء لله، يقال أسماء الله وأسماء الرب، وهذا مما يدل على فضل هذين الاسمين، فإن الأسماء تضاف إليها، فلا يقال أسماء الرحيم وأسماء السميع، وإنما يقال أسماء الله وأسماء الرب. باسمك ربي وضعت جنبي، لأن حال النائم هو وضع الجنب على الفراش، فيبدأ وضع جنبه بسم الله. وإذا ذكر اسم الله على شيء جعل الله عز وجل له عصمة من الشيطان، فما ذكر اسم الله على طعام وكان للشيطان منه نصيب، ولا نام نائم على ذكر فتسلط عليه الشيطان. ولهذا لما فرط بعض المسلمين اليوم في هذه الأذكار تسلط عليهم مرضة الجن وكثر التلبس، وتأذى الناس بتسلط هؤلاء الشياطين عليهم بسبب تفريطهم في دينهم وفي عبادتهم. وإلا فلو التزم المسلم أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الطعام وأذكار الجماع لم يجعل الله عز وجل للشيطان نصيب في شأن المسلم، لأن هؤلاء المرضى من الجن لا قدرة لهم على من حصن نفسه بالأذكار المشروعة المتضمنة لأسماء الله وصفاته. باسمك ربي وضعت جنبي، والجنب هو الشق الذي ينام عليه الإنسان، والسنة أن ينام على جنبه الأيمن، يبتدئ نومه بالنوم على الجنب الأيمن، وقد جاء في السنة أنه يضع عليه الصلاة والسلام يده تحت خده الأيمن وينام على جنبه الأيمن. ولا بأس إن احتاج أن يتحول إلى الشق الآخر فلا بأس، ولكن أول نومه وأكثر نوم النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن. ويشرع أن يستلقي على ظهره ويجعل وجهه إلى الأعلى، ولكن الأفضل هو أن ينام على جنبه الأيمن. وأما أن يجعل صدره وبطنه إلى الأرض فإن هذه النومة منهي عنها، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقد جاء أنها هيئة أهل النار عندما يكبون على وجوههم في النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا
التشبه بحال المغضوب عليهم والكفار والمشركين، وذكر الأطباء أيضا أن فيها من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله، فإن نوم الإنسان على صدره وعلى بطنه يثقل الجسم، ولربما أصيب بالأمراض وعسر الهضم وضيق النفس وتشوه الوجه، وإذا ما نام على جنبه الأيمن كان في هذا حفظ لهذه الأعضاء بحفظ الله عز وجل. والإسلام جاء بكل خير للمسلم، ما جاء الإسلام بشيء إلا وللمسلم فيه مصلحة دينية ودنيوية. وبك أرفعه، أي أضع جنبي بسم الله وأرفعه بسم الله، وهذا فيه تنبيه على أن وضعه لجنبه بسم الله ورفعه بسم الله، ولأنه قد يرفع جنبه بعد النوم فينسى، فجاء بالذكر قبل النوم: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، أي بك يا الله. الأول قال باسمي ربي، وهذا قال بك، والمعنى واحد. إذا قال بك فالضمير يرجع إلى الله، وإذا قال بسم الله فهذا يرجع إلى الله، ولعل المصنف أراد هذا، فإنه دقيق في استدلاله للتراجم التي أورد. وهذا دليل على أن الاسم وإضافة التعبيد إليه ودعاؤه هو دعاء لله، ولهذا ذكر في البسملة هنا في النوم ذكرها مرة مضافة لاسم الله ومرة مضافة للضمير الراجع إلى الله، فدل على أن ما أضيف لأسماء الله هو مضاف لله. باسمك ربي ثم قال وبك أرفع، فدل على أن ما يضاف إلى أسماء الله هو مضاف لله، وأن هذه الأسماء دالة على الله تبارك وتعالى. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، إمساكها هو توفيها، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإمساكها بقبضها في النوم، وتوفي الأنفس هو قبض الأنفس، منهم من يتوفاه الله في اليقظة ومنهم من يتوفاه في المنام، إن أرسلتها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أرسلتها يعني لم تقبضها، وأرسلتها في البدن، وإرسالها هنا إطلاقها في مقابل إمساكها، وذلك ببقاء هذه الروح في البدن، فإن حقيقة الموت هو انفصال الروح من البدن، والإنسان مركب من روح وبدن، فإذا خرجت روحه وفارقت بدنه هذا هو الموت. ولهذا قيل إن النوم أخو الموت، لأن فيه مفارقة، مفارقة البدن، مفارقة الروح للبدن، كما ذكر الإمام ابن القيم أن للنفس وللروح تعلق بالبدن، وذكر من تعلقها تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فهذه الروح قد تنفصل وقد تعرج إلى السماء وتسجد تحت العرش، كما جاء في الحديث: إذا ذكر الله المؤمن عرجت روحه. وقد تعذب في النوم، ويرى النائم ما يفزع له ويستيقظ وهو فزع، وهذا مما يقع في النوم، ثم إذا استيقظ رجعت روحه إلى حالتها في حال اليقظة، وهذا تعلق آخر.
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا دليل على حفظ الله لعباد الله الصالح، على حفظ الله لعباده الصالحين، كما جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وحفظ الله للمؤمن بحسب حفظ المؤمن لعبادته، فكلما حفظ العبد الله عز وجل بطاعته حفظه الله، وهذا الحفظ يشمل حفظ البدن وحفظ الروح وحفظ المؤمن في دينه ودنياه وفي أهله وماله وفي سائر أحواله. والجزاء من جنس العمل، من حفظ الله بطاعته حفظه الله، وهذا دليل على حفظ الله لعباده الصالحين. ولكن هذا الحفظ يتفاوت من شخص لآخر، فكلما علت درجة الرجل في الإيمان زاد حفظ الله له. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ذكر المصنف حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه، آوى إلى فراشه أي رجع إلى فراشه وأتى إلى فراشه، لأن المؤمن يأوي إلى بيته ويأوي إلى فراشه بعد انتقاله من بيته إلى قضاء حاجاته، له مأوى يرجع إليه في البيت. قال: إذا آوى إلى فراشه، وهو فراش النوم مستعدا للنوم، قال: اللهم باسمك أحيا وأموت. اللهم هذا بمعنى يا الله، قال العلماء أصل اللهم يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخر الاسم. فإذا قيل اللهم هو بمعنى يا الله، وهذا دليل على دعاء الأسماء، فيا الله هو دعاء الله عز وجل باسمه هذا العظيم وهو الله، وقيل أنه هو الاسم الأعظم. اللهم باسمك أحيا، باسمك أحيا، هذا فيه تبرك بأسماء الله، ومعناه كما تقدم أي أعيش حياتي وأموت بأسماء الله وعلى أسماء الله، باسمك أحيا وأموت. وهذا كما جاء في الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياة المسلم لله، يحيا على توحيد الله ويموت على توحيد الله. فيعيش على هذه الكلمة لا إله إلا الله، محققا لها، معتقدا لها، ممتثلا لها، فرحا بها، ويموت عليها. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأول ما يسأل في قبره عن هذه الكلمة، عن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل عن ربه وعن دينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة التي يعيش عليها المسلم ويموت عليها ويمتحن بها، وعلى مدى تحقيقه لها يدخل الجنة. ولهذا إذا أجاب المسلم قال: ربي الله
وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أهل السعادة بهذه الإجابة. ولكن هذه الإجابة لا يوفق إليها إلا من كان عاملا بها في الدنيا، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله. ولهذا جاء في إجابة المنافق كما جاء في الحديث قال: أما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت مثله. فمن لم يكن مستيقنا لها لا يوفق للإجابة بها في قبره. باسمك أحيا، أي أعيش هذه الحياة، وهو مدة بقائي في هذه الدنيا، وأموت. وإنما ذكر هذا عند النوم لأن النوم أخ الموت، فهو يحيا عليها ويموت عليها، ولأنه قد يأتي الأجل في حال النوم فيكون ذاكرا لاسم الله، مات على اسم الله تبارك وتعالى. قال: إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت. هذا يقوله عند ما يتهيأ للنوم. وإذا أصبح واستيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله، ثناء على الله عز وجل بصفات المحامد، والله عز وجل حميد مجيد، فهو الحميد في أسمائه، وهو الحميد في صفاته، وهو الحميد في أفعاله. وقد حمده عباده المؤمنون، فالمؤمنون يحمدون الله ويثنون على الله بما هو أهل. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن النوم هو أخ الموت. وسمى الاستيقاظ إحياء لأن الإنسان قد فقد شعوره وفقد تمييزه وإدراكه، ولهذا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لأنه لا شعور له بما حوله، وترى النائم وكأنه ميت لا يشعر بما حوله. فإعادة الروح إلى ما كانت عليه في البدن والشعور بما حوله من العقل والتمييز سماه إحياء. وإلا فإذا نام الإنسان لم يبقى شيء من هذه الأجهزة التي تعمل من العقل والتمييز والإدراك، لا يشعر بشيء إلا ما جعله الله عز وجل من الأجهزة التي تعمل في البدن، كالقلب الذي يضخ الدم للعروق، والمعدة التي تهضم الطعام، وأجهزة التنفس. هذه من رحمة الله أن الإنسان ينام وهناك أجهزة تعمل لا تنام بنومه، وهذا من قدرة الله أنه ينام في الإنسان بعض الأعضاء وبعض الأجهزة لراحته، وإلا لو بقي العقل يميز ويفكر لأرهق البدن. ولهذا الناس كما تلاحظون إذا نام استيقظ وهو نشيط، لأن بقاءه لو ارتاح البدن فالعقل واشتغال العقل والذهن بأمور الدنيا حتى أمور الآخرة فيه إرهاق للعقل، فإذا نام ذهب هذا العقل والتمييز ورفع القلم رحمة من الله، ووجد الإنسان راحة في هذه الفترة والمرحلة التي ينام فيها. فالنوم
منة من الله ورحمة من الله، يستعيد الإنسان به نشاط. وهناك أجهزة تعمل بحاجة الإنسان إليها، فحمد الله على الإحياء، قال أحيانا بعدما أمات. والإماتة هنا هي الإماتة في حال النوم، وهو نوع من المفارقة، مفارقة الروح للبدن، وإليه النشور. النشور هو البعث، وهذا فيه تذكير بانبعاث الإنسان من نومه واستيقاظه ببعث الأجساد والنشور إلى الله عز وجل يوم القيامة. فإن الله يبعث من في القبور ويقومون ينفضون عن رؤوسهم التراب، يبعثهم كنفس واحدة وكأنهم لم يموتوا. فهذا من قدرة الله على الإحياء والإماتة. وما هذا النوم إلا تذكير لنا بالموت، وتذكير لنا بضعفنا، فإن الإنسان إذا غلبه النوم لا يدري ما يقول. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أصابه النعاس أن يصلي، قال لربما دعا على نفسه. الإنسان إذا غلبه النعاس لا يدري ما يقول، والنعاس هو مقدمات النوم، وهذا من نقص الإنسان، يعتريه النعاس والنوم والموت. والله عز وجل حياته كاملة، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت، لا تأخذه سنة، وهو النعاس ومقدمات النوم ولا نوم. والإنسان لضعفه احتاج إلى النوم. فالشاهد من الحديث في قوله باسمك، اللهم باسمك أحيا وأموت، ففيه تبرك باسم الله عز وجل في حال النوم، وإعلان العهد من العبد بأنه يحيا على هذا الاسم، على أسماء الله، ويموت عليها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور الربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، هذا حديث أبي ذر في معنى الحديث السابق من حديث حذيفة، وفيه فائدة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، وهذا دليل أنه كان يقوله في نومه في الليل. ومنه قال العلماء أن هذه أذكار خاصة بنوم الليل، وقال آخرون كان يقوله في نومه في الليل، وكذلك من نام في النهار فإنه يشرع أن يقول، لأن هذه أذكار النوم فتقال في الليل والنهار إذا أخذ مضجعه من الليل. قال: باسمك نموت ونحيا، وهذا في معنى ما تقدم في حديث حذيفة، قال: اللهم باسمك أحيا وأموت. وهذا جاء بضمير الجمع، أي أنا من جملة المسلمين الذين نحيا، نموت ونحيا على اسمك وباسمك. فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، على ما تقدم في الحديث السابق في بيان معناه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن مسعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه ليقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، لو أن أحدكم معشر الرجال ومعشر الأزواج إذا أراد أن يأتي أهله، هنا كنا عن الجماع بإتيان الرجل لأهله، وهذا من مروءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكني على الأشياء التي يترفع عن ذكرها بما يدل على معناها من الكلام المعروف، وهذا مثل قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فالملامسة هنا كناية عن الجماع. إذا أراد أن يأتي أهله في حال الجماع، وهذا الذكر يقال عند حال الجماع وقبله، وثوابه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. فقال بسم الله، فقال بسم الله ذكر في حال هذه الحالة العظيمة، وهي حال طلب الولد والذرية التي يرجو منها المسلم الانتفاع بهم في الدنيا والآخرة، ليست مجرد شهوة ولا مجرد قضاء للوطر، بل هو استحضار لما ينتج عن هذا من الذرية. قال بسم الله أن يحصل منا هذا الأمر، نبتدئه بسم الله. وهذا كما أن المسلم إذا أكل وقال بسم الله لم يقربه الشيطان، وإذا دخل بيته وسلم على أهله فر الشيطان من ذلك البيت ولم يدخل إليه، وإذا أتى أهله لم يجعل الله عز وجل الشيطان نصيب. بسم الله، ثم قال واللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تبرك بسم الله ودعاء اللهم جنبنا الشيطان، ومعنى جنبنا أي اجعلنا في جانب من الشيطان. وقول الرجل جنبني كذا هو أبلغ من قوله اعصمني من كذا، لأن العصمة تقتضي عدم الوقوع في الشيء، وقوله جنبني تقتضي العصمة والمباعدة، فقوله اللهم جنبنا الشيطان، وهذا أبلغ من قول الرجل نعوذ بالله من الشيطان، استعاذته منه في هذا الموطن أن ينجيه الله منه. وأما قوله اللهم جنبنا الشيطان أي لا يحضر هذه الحالة، وهو إتيان الرجل مع أهله، وهذا يتضمن غاية التحصين من أن الشيطان لا يشهد الرجل عند إتيانه لأهله، وفيه السلامة من كيده ومن مكره ومن وساوسه ومن بعض ما يحصل لبعض من لا يذكر الله، فإنه قد يتلبس بالرجل أو بالزوجة في حال الجماع. اللهم جنبنا الشيطان، والشيطان يطلق على كل مارد من مرضة الجن، وكذلك يطلق الشيطان على الفسقة من الإنس. اللهم جنبنا الشيطان أي اجعلنا في جانب وهو في جانب، وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا أي جنب ما رزقتنا، والرزق هنا من العام الذي يراد به الخاص وهو الذرية.
وما يقدره الله عز وجل من وجود الولد، وهذا دليل على أن الذرية من رزق الله للعبد، لا تنال بأمر إلا بدعاء الله. فكم من إنسان طلب الولد وبذل الأسباب ولم يحصل له، ولهذا يسأل الله عز وجل الذرية فهي رزق من الله، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، وجنب الشيطان ما رزقتنا. يلاحظ التفريق بين اللفظين في قوله اللهم جنبنا الشيطان، فالدعاء هنا بأن يجنبهم الشيطان، وقال وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولم يقل وجنب ما رزقتنا الشيطان. فالذي يظهر أن الفرق في قوله اللهم جنبنا الشيطان أن الزوج والزوجة لهما فعل وعمل، ودعا بأن يجنبهما الشيطان في سيرهما وفي مجالسهما وفي أفعالهما، بأن تكون أفعالهما مجانبة للشيطان، وهذه المجانبة حسية ومعنوية، فالحسية بأن لا يشهد الشيطان مجالسه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. وأما التجنيب أن يجنبه تجنيب المعنوي هو بأن لا يفعل الأفعال المقربة من الشيطان، والتي تجعل الشيطان مشاركا له في فعله كالجماع دون ذكر، فقد جاء إن الشيطان يشاركه في جماعه، والأكل باليسار أو بعدم ذكر الله فإن الشيطان يشاركهم في طعامه، وكذلك من دخل بيته فلم يسلم على أهله فإن الشيطان إذا نسي الرجل الذكر قال لأتباعه أدركتم المبيت، وإذا نسوا أن يسموا على طعامهم قال أدركتم المبيت والعشاء. وقد يدرك المبيت والعشاء والجماع والعياذ بالله في من غفل عن ذكر الله. وإذا حصن المسلم نفسه وأهله وسلم على أهله وذكر الله على طعامه وذكر الله عند إتيان أهله لم يجعل الله عز وجل الشيطان فيه نصيب. فقال هذا لأن الإنسان له فعل وحركة، ولما كانت هذه النطفة في الرحم ليس لها حركة ما قال جنبها الشيطان، وإنما دعا أن يجنب الشيطان هذا المولود لأنه مستقر في الرحم وليس له حركة وليس له فعل، فدعا بأن يجنب الشيطان ما رزقه. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، جنبنا الشيطان في هذه الحال وجنب الشيطان ما رزقتنا بعد ذلك، فإن استقرار الجنين في الرحم قد يكون للشيطان تسلط عليه، فدعا الله بأن يجنب الشيطان ما رزقه. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوجه لأمر ويذكر لنا الثواب والثمرة، قال فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. سبحان الله، ما أعظم هذا الذكر. لاحظوا كم نبذل الآن في تربية الأبناء، كم يبذل الإنسان من وقته ومن ماله ومن دعائه حتى يكاد الإنسان ينسى نفسه في الدعاء، كثر الدعاء لأبنائه، ويكاد ينسى نفسه في لباسه وأكله وشرابه من أجل أن يربي هؤلاء الأبناء تربية صحيحة. بكلمة واحدة يصلح الله حال هذا الجنين ولا يضره الشيطان أبدا.
ما بقي في هذه الحياة، فهي منزلة عظيمة، ولكن من يوفق إليها قليل، لأنها ساعة شهوة وقد يغفل عنها الناس، ولكن من تعودها سهلت عليه. وهذه مثل الأذكار المشروعة في الصباح والمساء التي فيها حفظ، إذا قال الإنسان لم يضره شيء، وإذا استعاذ من الشيطان لم يقربه، وإذا ذكر الله في بيت لم يقربه الشيطان. لكن يغفل الناس كثيرا عن هذه الأذكار، ثم بغفلتهم عن هذه الكلمات قد يعانون الدهر من معالجة ما ترتب على نسيان هذه الكلمة من وجود الآثار لنسيان هذه الكلمة. فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، ومعنى ذلك أن الشيطان لا يتسلط عليه، ولا يعني ذلك أنه لا يذنب ولا يعصي كما يفهم بعض الناس. قد سمعت مرة في مجلس رجل من أهل العلم، ولكن هذه الأمور قد تخفى على بعض الناس، يقول لا يوجد اليوم من يسمي لما يرى من وجود المعاصي، وهذا فهم خاطئ، فهذا ليس بدليل وجود المعاصي في الناس أن أباءهم ما حققوا هذا الذكر. فإن الأنبياء والرسل وهم خيار من توكل على الله ودعا الله ابتلوا بوجود بعض الأبناء الذين عصوا الله، وبعض النساء اللاتي عصين الله، وبوجود الآباء والإخوان والأقارب، وهذه حكمة من الله. فالمقصود أنه لم يضره شيطان أبدا، أي لا يتسلط عليه فيغويه. وأما أن تعرض له الذنوب والخطايا فما سلم من هذا أحد، بل حتى الرسل والأنبياء الذين لم يجعل الله عز وجل للشيطان فيهم نصيب، لا في ولادتهم ولا في نشأتهم ولا في أحوالهم، ومع هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم لم يعصموا من صغائر الذنوب، وفي ارتكابهم للكبائر خلاف، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما عصى نبي، ما ذكر الله معصية نبي إلا ذكر توبته عليه. فدائما ينبغي فقه هذه النصوص وعدم إساءة الظن بالمسلمين. فهذا لا يعني أن هذا المولود يعصم ولا يعصي إلى أن يلقى الله، ولكن هذا يدل إن شاء الله أنه على صلاح استقام، وأنه لا يتسلط عليه الشيطان. وأما وجود الذنوب والخطايا فهذه تعرض للصالحين ولخيار عباد الله وللمصطفين من عباد الله من الأنبياء والرسل. نعم، توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة: أيهما المقدم في الأخذ، هل السنة أم العرف؟ فمثلا إذا أراد شاب أن يقوم بإطالة شعره وعمل الضفائر وهي من صحيح حديث السنة، كما بحثت علما بأن العرف في المجتمع ينظر إلى الشاب الذي يقوم بعمل هذا على أنه شاب منحرف متشبه بالبنات، فأيهما المقدم السنة أم العرف؟ إذا ثبتت السنة فإنها لا تعارض بالعرف قولا واحدا، لكن لا بد من تحرير هذه المسائل. فإن السائل قرر مقدمة أولى وهو أن إطالة الشعر من السنة، وهذا غير صحيح عند كثير من المحققين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدين لم يأتي بإطالة الشعر ولا بحلقه تبينا، قال إلا حلقه في النسك، فلم يأتي الشرع بالتقرب إلى الله بحلق الشعر. كان يقول إنسان
أنا أريد أن أتقرب إلى الله بحلق رأسي أو بإعفاء شعري، فإن هذا الذي يظهر أنه لم يدل عليه دليل. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيه، فقيل إن فعله سنة وأن إطالة الشعر من السنة، وقيل إنه كان يعفي شعره كما كان الناس في زمنه، كان الرجال يعفون شعورهم ويعتنون بها. ولهذا قال بعض العلماء الصحيح أن إعفاء الشعر مرجعه إلى العرف كما ذكر الشاعر، فإذا كان الناس يعفون شعورهم وليس في هذا ما يسيء إلى المسلم فلا بأس. وإذا كان إطالة الشعر قد يكون شعارا لبعض المخالفين، فالذي يظهر أن إعفاء الشعر ليس من السنة، وخاصة إذا كان شعارا لبعض المخالفين فإنه ينبغي لطلاب العلم تجنب التشبه بهم. وأما من فعله يعتقد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال أنه من المتشبهين بهؤلاء، لكن الذي عليه هدي العلماء المتأخرين من أئمة الفقه والورع في هذه العصور المتأخرة أنهم لا يعفون شعوره، ونحن دائما تبع لعلمائنا. ومما يشهد أن إعفاء الشعر ليس من السنة وإنما هو أمر عادي ما جاء في النسك من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فلو كان إعفاء الشعر من السنة لجاءت السنة بتقديم التقصير على الحلق ليجمع المسلم بين النسك وبين إعفاء الشعر للسنة، فما جاء الشرع بهذا وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق ورغب في المتابعة بين الحج والعمرة، فدل على أن الحلق هو الأنسب وهو الأوفق للدين إذا تعلق بنسك، وإن لم يتعلق بنسك فالأمر في هذا واسع. نعم. والسائل: هل يلزم في صيام كفارة القتل الخطأ أن يكون الصوم في بداية الشهر، أم يجوز أن أبدأ من وسط الشهر أو غيره؟ الأولى أن يكون من بداية الشهر حتى يضبط الشهر إذا تم أو نقص، فإن الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 و29، ولكن إذا صام من نصف الشهر ودخل في شهر آخر عليه أن يأخذ بالأحوط وأن يصوم 30 يوما. والسائل عبر الشبكة: هل تخرج الروح من الجسم في النوم ويعتبر موتا أصغر؟ دلت الأدلة على أن الروح قد تفارق البدن عند النوم، كما جاء في الحديث: إذا ذكر المسلم الله عرجت روحه وسجدت تحت العرش. وذكر العلماء أن هذا من مفارقة الروح إلى البدن عند النوم، كذلك الحديث: إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، دل على أن الله يمسك ويرسل، وهذا دليل على قبض الأرواح عند النوم. نعم. والسائل: دخلت لصلاة الفجر فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فهل أصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم، يشرع قضاء راتبة الفجر بعد الصلاة، وهو قول لبعض أهل العلم، ويشرع قضاؤها بعد طلوع الشمس، على قولين للعلماء: هل تقضى الرواتب في وقت النهي أم لا؟ ومن فعل شيئا من هذا فهو له سلف من أهل العلم. نعم. والسائل عبر الشبكة: ما هي نصيحتكم لمن يقنط من رحمة الله تعالى ويترك الواجبات بحجة أنه مسحور؟ لا يجوز القنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله القنوط التام الذي لا يرجو الرحمة، هذا كفر، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون، ولا يقنط من رحمة الله القنوط التام إلا كافر،
وأما المسلم فقد يعرض له شيء من ذلك ويكون هذا من ذنوبه. ومن قنط من رحمة الله فهو لم يؤمن برحمة الله ولم يحقق الإيمان بأن ربه غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره. عجب الله من قنوط العباد وقرب غيره، يعني تغيير الحال، ينظر إليهم أزلين قانطين مع قرب خيره وغيره، فلا يجوز القنوط. وأما من ابتلي بالسحر فهذا فيه تفصيل، إذا كان لا يشعر بشيء ولا يعقل شيئا والعياذ بالله فهذا معذور، وهو المجنون الذي ذهب عقله. وإذا كان يشعر ويميز فلا ينبغي له أن يعتمد ويضعف أمام هذا ويقول أنا لا أستطيع أنا مسحور، بل عليه أن يجاهد نفسه على القراءة والذكر إلى أن يشفيه الله عز وجل. وقد حدثني بعض من كان يقول أنه ابتلي بشيء من هذا، يقول: فداومت على قراءة القرآن، وكان يثقل علي ابتداء، يقول، إلى أن أصبح يضعف هذا الأثر إلى أن ذهب تماما. فالمداومة على القراءة ومجاهدة النفس والذكر والصلاة مما يدحض الشيطان ويدحض الشيطان، لكن يحتاج إلى جهاد. والسائل: لماذا جاز الحلف بالصفة ولم يجوز دعاؤها؟ هذه أمور توقيفية، ليس لنا الاختيار وليس لنا أن نستدرك، ما جاز لنا فعله فعلناه وما نهينا عنه انتهينا. يقول السائل: هل يجوز دعاء الصفة مضافة إلى الله، يعني يقول: يا رحمة الله ادركيني؟ ما يجوز، هذا هو المنهي عنه. قد ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، فدعاء الصفة لم تدل عليه الأدلة ولا النصوص، لأن الصفة معنى يقوم بالذات، وإنما تدعى أسماء الله التي تدل على ذات الله. والسائل: أنا شاب مبتلى لبعض الذنوب في الخلوات، مع العلم أني أسعى في طلب العلم، فهل أترك الطلب حتى يستقيم حالي؟ سبحان الله، لك طاعة ومعصية، تترك الطلب حتى يستقيم حالك على المعصية وعلى الشر؟ بل ينبغي أن تجاهد نفسك أن تترك المعصية إلى أن تستقيم حالك على الطاعة. فلا يجوز للإنسان إذا ما عصى الله عز وجل أن يستسلم للشيطان، وهذا من تلبيس الشيطان. حتى إن بعض المذنبين قال: إني لأستحي مثلا أن أحفظ القرآن وأقرأ القرآن وأنا صاحب كذا، فترك القرآن والعياذ بالله. هذا تلبيس من الشيطان، بل يجب عليك أن تترك المعصية وأن تجاهد نفسك على الطاعة. وكذلك نحن الآن في دعوتنا للناس، إذا ما عصى المسلم الله عز وجل وكان من أهل الخير والفضل، لا نذكره بمعصيته عند الطاعة، بل نذكره عند معصيته بطاعته، ونقول: أنت صاحب الطاعة لا يليق بك. وبعض الناس صاحب فتنة، إذا رأى صاحب استقامة قال: كيف تفعل كذا وأنت تصوم وأنت كذا وكذا، تذكر الله وأنت كذا وكذا، ولربما اتهمه بالنفاق. فالمسلم يطيع ويعصي، والإنسان إذا كانت له حال نقص عليه أن يتركها ويجاهد نفسه على الطاعة، لا أن يترك الطاعات يقول حتى تستقيم حالي. كيف تستقيم حالي؟ تستقيم على المعصية وعلى ترك الخير، بل جاهد نفسك على الطاعة وجاهد نفسك على ترك المعصية. قل سائل: ما معنى الجنب في قوله تعالى: يوم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ هذا معناه أي فيما يتعلق بالله عز وجل، يعني كما يقال: إنما نفعل هذا ابتغاء وجه الله. قالوا: ابتغاء ما عند الله، أو نفعل هذا طلبا لما عند الله، أو فعلنا هذا في ذات الله، أحببنا في ذات الله وجاهدنا في ذات الله. المقصود بهذا رغبة فيما عند الله عز وجل. نعم.
يقول سائل: ما وجه كون دعاء الصفة شركا؟ لأن الدعاء هو لله ولا يدعى غير الله، والصفات هي معاني تقوم بذات الله، وإلا لو كانت الصفة تدعى لما كان هناك فرق بين الاسم والصفة، فالاسم غير الصفة. ولو تأملت أيضا في أحوال الناس، فليس الإنسان، ليست الصفة هي الإنسان، وإنما هو معنى يقوم بالإنسان. ولهذا صفات الناس من